كما كل يوم في نفس التوقيت الشيف أسماء باي عضو جمعية لبلاد سوليدير. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيف. أهلا وسهلا، مرحبا. مشكورة جدا على تدخل معنا. دبارتنا الفوندو لليوم فيش تمثل؟ مش تمثل في روز جربي. قلت نعم، وهكا هبط الجربة اليوم. أيوة روز جربي. أيوة يذولي كل جهة وطيب على طريقتها يذولي. ولي؟ نعم يذولي كل جهة طيب على طريقتها. أي. هي اذا نقول لك هو الروز جربي سيكون معروف على جريبه، معناتها مانيش ناخذوها احنا جهه الاخرين، مي كمان اكلي ولا معناتها يعملوه برشا ناس. وفما اللي فما يحب يغير، فما اللي يحب يخليه كيف ما هو، وكل واحده شنو اللي عندها في دارها، ما يقعد بالماء خنسيب هو. للي يلقى الروز بالخوي دماغ مثلا بالستيبيا وبالكلامار وشويه شفغات، اما هو اصله يعملوه باللحم والكبده. ياخذوا اللحم وكبده كل سوا غنمي والا بقري، كل حد شنو اللي يحب، وبرشا سلق وبرشا سبناخ. اسمع هو قولش علينا باش نعملوا عفبان وفاك. اما فيه زيادات اخرين، الوغ برشا سبناخ وبرشا سلق ومعدنوس واللحم والكبده يتخصوا. قولش علينا هنا باش نعملوا عفبان، ماء اكبر كمان شويه. جلبانه سفناريه، فما اللي ما يحطوهمش، اما هو في الاصل يحطوه. والوغ جلبانه وحمص والسناريه والسلق والسبناخ والمعدنوس والبصل والشيشه الثوم واللحم والكبده والنعناع الشايح. وياخذوا طماطم معجونه. كيف قدر مغرفه هكاك ديما تقعد انت ولا كونتيتي. ويسوحوه الوغ ملح ما نكثروش خاطر السلق والسبناخ نعرفوهم هما مالحين. الوغ شيشه ملح، فلفل اكحل، تابل اللي يحب الهريسه العربي ياكل الحار يحط الهريسه العربي، والنجم نحطوا فلفل زينه زاده والا كل فلفل المهروش هذاك الشمسي والا يبدا مكوش يبدا مزيد برشا ساوح. الوغ يتخلط بالكدا وناخذوا الروز بيان سور. دونك الروز باش نعملوه اكثر من اللي نحطه في العصبان، خاطر هذا روز دونك باش يكون بالاساس روز نتاع وزرطل كيلو ديما. علاش قلت لك ديما يقعد انت وال هو قد الروز قد الخضره هذيك واللحم يبدا قد قد. الا ونحطوا شيشه زيت ونخلطوهم مليح مليح، نبداو نغطسوا فيهم هكا بيدينا بالكدا. يبدا عندنا ديجا الماء قاعد يغلي عليه في المقفول، نحطوا في الكسكاس ونخليوه يبدا يفور بشويه. انا شنو نعمل؟ انا ساعات ناخذ هكا كي نبدا مزروبه، نعمل اون صوص تحتك الروز والخضره نتاعو ونفوحها كيف. الا ونعملها جاريه، يبدا هكاك هو يفور ساعة نهبطه ونحطه هكا في معون في قصعة ونصب عليه شوية كل الصوص هذيك ونخلط. تبدا ديجا هي مفوحة، ما تبداش باسلة. ومن بعد نعاود نرجع، نعاود كيف نستنى شوية باش هكاك نبدا سيغ اللي الروز يطيب. هذا كان عنا روز، هي نقعد نقول كان عنا روز. هذا هو كان عنا روز. فوالا. دونك هكا هاو لو تون يطيب اللحم ويطيب الكبدة ويطيب الروز، ويجي قد هكا نقلو جرينات فلفل ونحطوه في البلا وكا هو فوالا سي تري سامبل. جست اللي يفو هكا ان بو داتونسيون في التصوير، ما نخليوش الماء ينشح. فما شكون شاف تنشح يقول لك علاش الروز ما يجينيش كل كعبه وحدها؟ يلزم يحطوا له شويه زيت. ونحيو نغسلوه، نحيلو النشام تاعو، نغسلوه مليح 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 حتى لين الماء يولي ابيض. وقتها اوني سيغ بخد تربي تجي كل كعبه وحدها. ونزيدو تشيش بعد كان باش يبدا هو كلي مرمي في مثلا الابيض. انا نعملو روز ابيض بوغ اكومباني الواحد الكرياد ولا هكا اي حاجه. انا الاولاد يحبوه. نغسلو مليح 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 مليح، نغلي له نخلي الماء يغلي، نحط الروز، نحط الزبده، نحط شيشه سمن، نحط زيت زيتونه، ونفوحوا ملح، شويه نود مسكاد، شويه فلفل اكحل. بون انا جديد في داري ما نحطش الفلفل الاكحل، شويه كركم اللي يحبوا مستصفر. نحط ورقه رند ونقص له بصل زاده بالكدا، نقصه اون جوليان طويل اما هو جيد. نقليهم مليح مليح، من بعد يغلي الماء نصب عليه. هاو احنا نعرفوا كيلا روز عليها كيلتين ماء. هذاك ديجا احنا كوم باش نقليوها في الماتيغ غراس، مانيش نحطوا روز ديجا موجوده الماتيغ غراس. ومن بعد نصب الماء هذاك اللي غلي ونحط فو فريمون تري دو، ونحط ما بين الغطاء والطنجره نحط منديله. علاش؟ ونخليها افد هذيك المنديله بشكل البويه اللي تهبط من الواحد تد هياك البويه وما تخليش البخار نتاع الطنجره يخرج. دونك اوني سيغ اللي هي فريمون قلت عليها كوكوت تولي افد تري دو، يشرب الماء نتاعو
حتى كي نلقاهم زي ما بيقولوا شويه نخليوه نطيو عليهم نخليوه هكاكا نرجعوا له بعد ربع ساعه نفرقوا نلقاو كل كعبه وحده وحدها. واللي باش تفور تحب تفور الروز تعمل سلطه روز والا اي حاجه تقول لك نحب الروز نفور تنجم طيب وتحسوك ازعر مثلا وتفوروا وحده حطوا بعد ما تغسلوا مليح مليح تنحيوا النشا. على فكره النشا هذاك كي نحيوه نجم نخليوه دو كوتي ما نبزغوهش نعملوه فوق تو سكي كوسميتيك نحطوا طيف النشا ندخلوا توا في الواحد احنا اوكي ويصير حتى شيء متلوح يزيد اللي يمشي مع القشره نتاعنا ونخسروه ونعملوه في وجوهنا والا هذاك يبدا ما هكاك نعملوه في شعوراتنا نجم نشلوا به شعرنا دونك كاتي بغيون وتحسوا معناتها الشعر فيه بغيون في الوجه يشحب شويه الوجه دخلنا في حاجه هي هي لا هاكا حتى شيء ما يتلوح كل شيء كل شيء نجم نستحقوه فوالا مي بوغ افواغ كل كعبه وحدها يلزمنا نغسلو مليح 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 والماتيغ غراس لازم منها هذيك بقدره ربي ما يجينا ونزيدو نثبتو في الكيب ايه دونك هذايا فلاتوسكي هكا مرمي اما هو المطور الاستيوس نغسلو مليح يولي الماء ابيض ونحطوا له شاي زيت هكا نحكو ما بين يدينا ونحطوه يفور على روحه وناخذ مكسوس نبداو كل مره نصبوا شويه كل مره نصبوا شويه مكسوس الزعره اللي عملناها سواء باللحم والا بالدجاج بتربي ايتي بالنفيسه وتجي كل كعبه وحدها كل كعبه وحدها وشايف شنو الحكمه من انه حطيت لنا شويه زبده وشويه سمن كلهم مع بعضهم هذيك بشي على المطعم فور لو جو دونك انا واحده من الناس نحب السمن برشا دونك وفي داري ما عنديش مشكله اولادي راجل كل ناكلوا سمنيه با دو بروبليم دونك من نعرفوا اللي هو يبنن الحاجه سورتو كيف يبدا هكا ازعر ولا حتى في الكسكسي في الكسكسي ما تنجمش ما تحطش سمن راه فما ناس ما يحبوش يقول لك تنحط شويه زبده بون مش مشكل اللي ما يحبش المطعم مش معناتها باش يجي خايب مي السمن يبنن برشا 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 الماكله هو راه حكيت مغرفه نتاع قهوه معناتها مش حاجه كبيره باش نحطوا مي الزبده ماذا بينا نحطوا مثلا جنسيتا على رطل روز نحطوا 50 غرام زبده مع السمن مع شيشه زيت زيتونه باش ما يتحرقوش في الطنجره كي نبداو نقليوها يلزمك الزيت هذاك دونك يجي ياسر بنين معناتها السمن سي فريمون فاح ماهوش حاجه معناتها ماهوش حاجه فاح فاح يفوح الحاجه يفوح الحاجه وك للناس حتى اللي ما تحبوش تنجم تحطوا على راس المغرفه قلت لنا ما نعرفش فوالا دو بلاش هاكا وما يظهرش ما يظهرش وما يظهرش فريمون الناس اللي كي تكرهوا معناتها تولي فما كره في الحكايه وقتها يفصلوا وقتها مش لازم وقتها ما يسالش مش لازم تنجم الزبده تعطيك المطعم الذكي الذكي الماكله تكون يبنن كمان يعطيك الصحة شيف مشكورة جدا شيف أسماء باي عضو جمعية البلد سوليدير على الوصفة اليوم روز جربي الوصفة كاملة تلقاوها على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم مواصلين معاكم حتى الماضي ساعة في الشارع التونسي